إيمان بحضور أخصائية التغذية أسماء أزريول. اليوم غنتكلموا على كيفية التعامل مع السكر والملح في تغذية الطفل. أهلا بك أسماء. أهلا سناء. كنعرفوا على أنه بعد أخذ الرضيع الحليب أو الرضاعة الطبيعية كنبداو ندخلوا ليه الأطعمة المتنوعة ابتداء من الشهر السادس، لكن أحيانا كنعطيو الرضيع ديالنا خضر أو الفاكهة بالملح والسكر، يعني كيف كناخدوها حنا، وبالتالي الطفل كيبدا يولف ويدوق الأكل غير بهذه الإضافات ديال الملح والسكر. فنبغيو نعرفوا معاك كيفاش نتعاملوا مع الملح والسكر في تغذية الطفل. الملح والسكر يعني يكفي، يعني اننا نعرفوا ان الملح والسكر كنقولوا لهم جوج ديال السموم بيضاء. سموم بيضاء للاكثار منها، اللي الاكثار منها كيضرب الصحه ديال الناس اللي هما كبار، فما بالك بالاطفال اللي هما صغارين. اذا هاد جوج ديال المواد المكونات الامهات ما لازمش تتعامل معهم كمواد طبيعيه اللي ممكن نحطها باي كميه واللي ممكن نستعملها باش الولد ديالي يزيد يبغي ياكل ونشجعه لانه ياكل. الطفل خصو يتعلم هاد جوج ديال هاد الملح والسكر شنو كيديروا، كيعطيو على المذاق ديال الطبيعي ديال الاطعمه. حتى الطفل ملي تنزيد انا الملح ولا السكر ما تيعرفش هذاك المذاق شنو هو هذاك الشيء اللي تياكل. يعني ابتداء من الشهر السادس ميم دون ندخلوا ليه الماكله خصو ياخذ الخضر والفواكه بالحلاوه ديالها الطبيعيه. نعم الخضره ما نزيدش ليها الملحه. الا الوليد ديالي تياكل وكنرضعو بواحد الطريقه طبيعيه، راه لي بوزوان ديالو ولا الحاجيات ديالو من الصوديوم راه كتكون قليله جدا، والتغذيه العاديه والرضاعه راه كتوفر ليه هاد الحاجيات هادي. اذا ما كاينلاش انا غنزيدو الملحه باش يزيد ياكل ولا باش تبنى الماكله. الطفل هذيك الساعه كيكون بحال شي ورقه بيضاء، انا تنعلمو كنربي ليه الذوق ديالو. مني غادي نعطيه هذيك الصبه بواحد النوع واحد، راه تكلمنا على لا ديفيرسيفيكاسيون ولا التنويع ديال الاغذيه. ملي كندخل ليه واحد النوع واحد ديال الخضره خصني نعلمو يذوق النوع ديال الخضره ويتسجل ليه داك الشيء في دماغه. فهو من مجرد ما تيذوق المذاق كيتسجل في الدماغ ديالو، خصو يتسجل ليه المذاق الطبيعي باش من بعد الى عطيتيه هذيك مثلا ديك القرعه بلا ملحه غادي يعرف انها رقعه. الا كنتي تعطيه ديك لاسوب دائما بالملحه واحد النهار غتعطيه لاسوب ويقول لك لا ماشي هذه هي لاسوب اللي تنعرف انايا. اذا هذا من ناحيه، من ناحيه ان التاثير ديالهم على التذوق ديال الطفل. الا كنا كنزيدوا الملح والسكر الاكل ديال الطفل فهنا كنأثروا ليهم على التذوق. ولاد الحاسه ديال التذوق ديالهم تاثرات وبهذا الشيء هذا كيولي الشهيه ديالهم عاود كتاثر الماكله وكيولي يبغي ياكل غير الاكل اللي فيه هاد اللي بهذا المذاق هذا. يعني ابتداء من اي شهر ممكن ولا من اي سن ممكن نبداو نقدموا للطفل يعني اطعمه بالملح والسكر؟ اطعمه بالملح والسكر كار غادي نعطيوها ليه بعد عمر سنه ونصف يعني على الاقل. يعني انا هنايا كنهضر على السكر اللي كنزيدو حنا بيدينا للاكل ولا الملح اللي كنزيدوه حنا بيدينا للاكل. كاينين بعض المواد يعني اللي خاصه بالاطفال واللي كانت في واحد الوقت غنيه بالملح ولا بالسكر، ومن بعد يعني تنقصات من الكميه ديالها ولات الكميه ديالها قليله بحيث انها ما كتاثرش على الذوق ديال الطفل. يعني عام ونص على الاقل. نعم. الا تكلمنا على البدائل ديال السكر والملح مثلا، شنو الاضافات اللي ممكن نضيفوا للطفل ديالنا الرضيع في الاشهر الاولى ولا في السنه الاولى تكون كبديل للملح والسكر؟ عندنا يعني اضافات عديده. دابا بالنسبه للملح ممكن نزيدوا يعني نزيدوا المذاق ديالو يكون مزيان الا زدنا ليه الحامض. خصوصا نستعملوا الحامض في الاكل ديالو الا زدنا ليه. وهنايا الطفل في هذا السن هذا ما كيكونش محتاج فعلا اننا نزيدوا ليه، فيقدر حنا نذوقوه هاي يكون مذاقها ما زوينش ما عجبناش، ولكن هو حنت اول مذاق غادي ياكلو وغيتعود عليه غيولي يعجبو غادي يولي يجيه عادي. نفس الشيء اللي تيوقع للناس من يالله كتبدا لو ريجيم سونسيل يعني الماكله بلا ملح، من بعد كتولي يجيه راه بنين، هو راه بلا ملح بلا سكر وكيجيه بنين. اذا هنا هي الطفل الا ما بغاش ياكل ما نمشيش دائما نزيد ليه، نحاول نزيد ليه الحامض باش المذاق يتزاد، ديال القزبر المعدنوس مثلا طريف ديال الفرماج يكون مالح نضيفو مثلا مع خيزو. نعم طريف صغير ديال حنت هنايا كانت حنا تكلمنا هنا على الفرماج. الفرماج اصلا هو فيه كميه ديال الملح اللي هي مهمه، فإلا زدنا ليه الفرماج وزدنا ليه الملحه ففين غادي نوصلو؟ هذيك الملوحه اللي كتكون في الخضره مثلا. نعم يعني هذيك الخضره الملوحه اللي كتكون في الخضره ولا الصوديوم اللي كيكون في الخضره كتكون كميه اللي هي
معقوله واللي هي كافيه وما كتضرش. مثلا ممكن زيت الزيتون يعني ها هو مسائل اللي ممكن نزيدوها وغادي يعني يزيدوا من المذاق ديال يعني ديال الاكل عند الطفل. وبالنسبه للسكر فالفواكه في سن ديال 7 شهور كنعطيو الفواكه سو فورم دو كومبوت يعني فواكه طيبه وتيكون المذاق ديالها هي اصلا مذاق اللي حلو واللي كيكون محبب عند الاطفال ومني اللي ما كنحتاجوش نزيدوا ليه السكريات. وكاينين بعض يعني بعض الاغذيه الخاصه بالاطفال اللي المذاق ديالها تيكون اللي تيكون فيها كميه السكر ولكن واحد الكميه ديال السكر اللي قليله وكنعطيوها بكميه اللي هي اللي هي يعني مناسبه وما كتاثرش مثلا حبوب القمح حبوب يعني الارز فهادو فيهم كميات سكر ولكن ما كي فيهم حبوب سكر ولكن ما كياثرش بحال الا زدنا حنايا السكر الخضره بنفسها ولا الاكل اللي كنطيبوه لان هذيك داخله في التركيبه العامه وفي اطار اليوم ككل كتكون التغذيه حيت ما غياخذش غير هذاك حبوب اللقاح راه عنده بزاف ديال المسائل غياخذها غياخذ خضار غادي ياخذ حليب غادي ياخذ ياغورت وبزاف ديال المسائل. اذا نمشيو للتساؤلات اللي كنتوصلوا بها يوميا عبر الاس ام اس للرقم 5080 او الاس ام اس كلتهم من سطات ومنها. شكرا لكم بزاف كنستافدوا من هذه الفقره مع مختصين الله يخليكم. نتمنى تقراوا الاس ام اس ديالي اكيد. انا كنعطي لبنتي عندها 10 شهور الخضره والماكله فيها الملحه وحتى الفرماج اولا الفواكه كندير لهم شويه ديال سنيده لكن دابا بغيت نحبس ليها الملحه والسكر خفت مع لاج نزيد ليها في الوزن ولا طونسيون فكنجرب ليها يعني هاد ملي كنبدا نقص ولكن كترفض ديال الماكله لانه ولفاتها من السما للاسف. هنا لاحظنا ان هادشي اللي كنا كنتكلموا عليه هنا بالنسبه لهاد السيده هادي الحل اللي كيبقى عندها هو انها تبدا تقطع بتدريجيا مثلا اللي غادي تحاول تقطعوا في اسبوع تقطعوا في جوج ديال الاسابيع وتنقص الكميات تدريجيا واخا الطفله ديالها ما غاديش تبغي تحاول يعني فهي لمولفه تعطيها واحد لاسوب كدير فيها مثلا القرعه والقرعه الحمراء وبطاطا وخيزو تحاول تبدل ليها النوع ديال الصوبه تعطيها مثلا غير صوبه فيها غير بطاطا وخيزو واخا باش تقول لها ان السبب في تغيير المذاق هو ان درت لك صوبه جديده ما درت لك الصوبه اللي موالفه نديرها لك ولا ما درت لك هذيك الماكله اللي موالفه نديرها لك انايا بدلت لك باش البنت ما تعرف ان التغير راه ما جاش من الملحه اللي ناقص جا من التغيير في التركيبه ديال الماكله اللي موالفه تاكلها. وهنا واخا ما تبغيش يعني غير تحاول مكمله بهذيك الطريقه وتعرض عليها الماكله مره وجوج وثلاثه ما تعطيهاش بديل باش تكون ما تعطيهاش بديل وتبقى تعطيها وتعاود يعني مرات عديده في اليوم ولا ماكلاتش تخليها وراه غادي تاكل غير هادشي خاصو الصبر. صفاء ام علي من طنجه تحيه لك سناء والاسماء زروال ولدي عنده علين دابا عام ونص صحته مزيانه الحمد لله لكن فوق ما كنحطوا الصينيه ديال القهوه اولا ديال الاتاي كيمشي للسكر وكيبدا يمصو واخا تكون يعني الطرف كبير تيكملوا وهنا خايفه عليه من مرض السكر فكيفاش نغير ليه هذه العاده واش البدائل ديال التمر والزبيب يعني مغطوسين في الشوكولات ممكن نقدمهم ليه ولا حتى هي كتسمح لاوا هنايا بعد الحل انه هو كيمشي تمر السكر غادي نديروا السكر في واحد الاناء اللي هو ماشي ديال السكر باش يقلب على السكر ما غاديش يلقى دابا مع السنيه القهوه ديال الاتاي كنحطوا له ربما بغينا الحلاوه قبل ما يجي قبل ما نحط نحلي القهوه والحليب قبل ما نحطو باش نبعدو ليه لعينيه وهنايا هو مع الوقت غادي ينسى كاع هاد السكر غادي ينساه وهذيك الوقيته نعطيه شي فاكهه الوقيته اللي هو موالف ياخذ فيها في السنيه ديال القهوه ولا تيتحط نعطيه شي فاكهه يتلها فيها باش ما يقلبش على الماكله واخا يبكي واخا يبغي ياخذ هذيك يعرف انه هذيك الماكله اللي غادي هذاك السكر اللي غادي ياخذو راه ما خصوش ياخذو ونخليه يبكي يعني الاباء والامهات ضعاف قدام الاطفال ديالهم في قدام البكاء ديالهم ولكن انا عارف ان المصلحه ديال الطفل هو هذا والاكيد ان بعض العادات اللي كتعمل في هذا لوسونس هذا هو ان الاطفال كيبداو يكبروا السنين تيعطيوهم الطوبه ديال السكر تيقول لك باش يكبر السنان فتا هذه كت هذه المساله هذه كتخليه من بعد هو يبدا يقلب على السكر ويقلب فينا هو و يعني فانا كنعقل واحد فهاد الاطار هذا ان انا ملي كنت صغيره كنقلب على السكر تيعجبني السكر كنمشي نقلب عليه فواحد النهار
يعني كنت صغيره يعني واحد السن صغير كنقل على الوالده ديالي قالت لي يا الا بقيتي قربتي لهذا السكر هذا غادي نتفاهم معك. فهنا ما عاودتش قربت ليه يعني بقيت كنبكي وبغيته هذا ولكن ما بقيتش يعني الشده ديال الاباء بواحد الطريقه بواحد الوقت كتكون باش كنعرف ان يعني كاينين دي ليميت كاينين واحد الحواجز اللي ما ممكنش انني نتجاوزها. هي تكلمت على البدائل مثلا ممكن تمار ولا زبيب تخلطهم وتختصهم في الشوكولاته وكنشوفوا مثلا بعض الامهات ملي مثلا ولدهم ولا بنتهم ما كيبغيوش مثلا نوع من الفاكهه كتاخذ مثلا الفخيز او طرف ديال البنان وكتغطسو في الشوكولات وكديروا مثلا في القوالب ديال الثلج يعني كيبان بحال كلاص بالفخيز بديل ممتاز يعني ما عندناش مشكل فيه فقط نعطيوه من مورا الماكله ما نعطيوش قبل الماكله. انا يعني مع الاجتهادات بحال هكا ندير دي كلاص ناتوريل نعطيهم نزيد الشكلاط باش الطفل حتى هو كيشوف الوليدات اخرين تياكلوا حوايج اخرى هو ياكل حاجة صحية ولكن منها وراه تياخذ شي حاجه اللي بنفس اللذه وصحيه اكثر. اخر اس ام اس ولدي في العمر ديالو عامين ونص دابا مع اللي موجود في الاسواق الكبرى كيمشي دائما البطاطا الشيبس والكاشي لدرجه انه ممكن ياكلها يوميا والا ما ياكل حتى شي حاجه. الوزن ديالو عادي ولكن الكرش ديالو زايده في الوزن فكيبان الكرش ديالو كتبان كبر من السن. هنا شوفي السكر والملحه كتعطينا واحد لا ديبوندونس هي واحد الارتباط بها واحد الادمان عند الاطفال وعند حتى الكبار. مجرد ما الانسان تيبدا ياخذ واحد الاكل اللي هو غني بالسكر هادشي كيولي يدير ليه ادمان وبحال الادمان ديال الانواع الاخرى بنفس يعني نفس تقريبا نفس لا بنفس الطريقه يعني لا ولف السكر راه غادي يبقى يبغي السكر. هذيك المرحله الفاصله اللي غادي نحاول ندير ليه لو سوفاج ولا نحيد ليه داك الادمان ديال السكر كتكون صعيبه. لازم ان الام يعني تحمل هذاك راه ماشي لخاطرو حيت ولف السكر ولف الملحه هذيك المرحله لازم انها تصبر فيها وتبعدوا على الاماكن اللي موالفه ياخذ منها هاد الماكولات هذه اللي هي غنيه بزاف الكاشر وال نعم الغداء الكاشر ولي شيبس فيهم بزاف كميه كبيره ديال الملح. فمن بعد مني ما بقاش نديه الاماكن اللي فيها نبعده ولا مني نديه للسوبر مارشي ولا الحانوت ما ندوروش في البلايص اللي موالف ياخذ منهم هاد الشيء هذا. نعطيه بدائل اخرى بحال الفواكه بحال يعني نعطيه على الاقل يعني واخا حتى الشوكولات ولكن ما نعطيهش هاد لي شيبس لان كميه الملح ديالو راه كتجاوز واحد يعني بعشرات الى ما نقولوش 20 ضعف الحاجيات ديالو هو وهذا الشيء راه تيأثر على الكلى وكيأثر يعني عطاتو مضاعفات يعني زياده في الوزن على مستوى البطن ولينا كنشوفوا يعني هاد الظاهره وليدات صغار عندهم الكرش منتفخه. فشنو هي المضاعفات الصحيه على تناول الطفل الاغذيه فيها الملح والسكر اكثر من اللازم؟ اكثر من اللازم. المضاعفات هو اننا ولينا كنشوفوا ديابيت تيب 1 ولا سكري النوع الثاني يعني اللي كيجي للكبار ولينا كنشوفوا حتى عند الاطفال اللي زايد الوزن ديالهم خصوصا من البطن. هذا اول مضاعفه اول مضاعفه. الحاجه اخرى هو اننا ولينا كنلقاو هذيك لا بلاك داتيهم اولا داك الشحمه اللي كتسد العروقه يعني هي كتكون ماشي بالنهار وليله كنعرفوا حنا الناس الكبار هما اللي كيجيهم هذا المشكل. فشحال هذه كانت كتبدا تتكون يمكن في سن ديال الثلاثينات ولا الاربعينات دابا ولات كتكون في سن حتى الطفوله والمراهقه. هذا من الاسباب يعني من والمشكل ديال ارتفاع ضغط الدم اللي لاحقا كيقدر يتصاب به الطفل في سن البلوغ وفي سن يعني وحتى الوليدات في الدراسه ديالهم ما كيبقاش عندهم هذاك النشاط وداك التركيز كيولي عندهم بحال الخمول يعني حتى شكرته ما تقدرش يهزها ما تقدرش يطلع في الدروج. نعم لان بكثر ما تيبقى ياخذ الحاجه اللي غير فيها كيركز هو في الاكل ديالو على الحاجه اللي حلوه ولا اللي مالحه ما كيبقاش ياكل الحاجه اللي هي مفيده الصحه ديالو اللي غادي تنشط الدوره الدمويه ديال اللي غادي تزيد يعني الكريات الحمراء والحديد في الجسم ديالو. فهنا كيولي هذا الخمول هذا وكيولي هذا الكسل وهنايا لازم التصحيح ديال العادات الغذائيه يعني بشكل مستعجل عند هاد الاطفال هادو باش نجنبوهم المضاعفات. شكرا لك بزاف اسماء ازري والاخصائيات الحميه والتغذيه على كل هاد النصائح والمعلومات اللي قدمتي لنا اليوم. الحلقه المقبله ان شاء الله غادي نتكلموا على